السلام البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. احنا في الجامع حسن الثاني، جامع كبير في كازابلانكا. يلا خليكم معايا ونديروا في واحد الدويره. مساحته هذه كلها مساحه كبير بزاف. كاينه هاد البلاصه وكاينه ديك البلاصه اللي هيها، هادي كلها مساحه، هو مبني على البحر. هاد الارض كانت مشاو عليها، راه تحت منها البحر. قلت هادو غنزوميهم دابا. هادي مكتبة الطالب، كيجيو هنايا كيقراو، اللي بغى يقرا كيقرا هنايا. كلها هنايا دي مكتبة تبع المسجد. وانتو معايا تكملوا الفيديو تالاخر. هاد الخضر هذا كيتحل، هاد اش كنقولوا ليه حنايا، ما عرفش، نسيت سميتو. طيب قلب على السميه. هاد السقف هذا او قبه السقف، هاد الخضر هذا كيتحل، يعني فيه جرار هكا كيمشي وكيتحل وكيتسد. ملي كيكون الشتاء كيسدوه، ملي كيكون الجو زوين كيتحل باش يدخل الهواء او الضوء ديال الشمس داخل المسجد. كيخلوا الناس يمشيو تماك، ولكن الشغب ديال الدراري او الشغب ديال الاولاد اضطروا انهم يسدوه، لان كي قلت لكم هو منه البحر. والشعب ديال الاطفال والدراري، يعني الولاد كي ينقزوا من هنايا كيعوموا، وهو خطر عليهم، ما عارفينش هذه القضيه هذه. لهذا سدوا هاد البلاصه هذه، ممنوع يدخلوا. ما كنا كنمشيو في الاول كندورو كنضربوا الدور عليه، مي صافي للاسف سدوا. كيف البحر من هنايا، داخل ديال البحر ليه. ها انتم شفتوا، كاين هناك دوك الحارس، يعني ما يمكنش شي حد يديباس هنا او يمر من هالبلاصه. كاين صافي تمنع هذيك البلاصه اللي هيها. الناس كاينين كيصيدوا، كاين اللي كيتصوت كينقزوا من تما كيعوموا، يعني ما شاء الله. كاينين تماك الباطوات، ها هما شحال من باطو تماك، باخرات كاينين هنا. هاد النافوره صغيره، وهذه هي الكبيره اللي هنايا، هذه مطلقه دائما ما. هنايا كاينين الحمامات، ولكن ما عرفش صراحه، غادي نشوف واش كيخليو يدخلوا ولا ما كيخليوش، ما عرفش. هنايا الحمامات بدات كتخلص عليهم، الحمام مغربي هانتوما الكبار، يعني الكبار دايلهم 50 درهم في 90 دقيقه 50 درهم، وبالنسبه للصغار من 3 سنين حتى 10 سنين 40 درهم، كلشي 90 دقيقه، ولا كان شي ساعه اضافيه
كتزيدي 25 درهم اللي هي السعر الاضافيه، هي ساعه، هي 60 دقيقه كيف كنقولوا، وصافي. هادشي اللي كاين، يعني هادشي اللي الخدمات اللي كيكون هنايا هاد الحمام. هو الشكل ديالو كتيكون داخل ديال الحمام هكايا. كاين هنا كاين هنايا باب واحد اخر. استسمح. المهم قطعت تكمل الضحك، لان استسمح. كاين هنا باب واحد اخر ثاني، وكاينه كي قلت لكم في كل حدا باب تطلق قاعه للوضوء. هذه خاصه بالرجال، دايرين خاصه بالرجال وخاصه بالنساء. كاينه هاد البلاصه هذه الحمامات خاصه بالنساء، وهادو الاسوار اللي شناهم من عن بعد هما عن قرب. بالليل كيتفتح هاد الاضواء كلها اللي دايرين بالمسجد، كيتفتحوا كيكون واحد المنظر زوين. هنايا هي قاعة وضوء للنساء والحمامات خاصة بالنساء. الحمام التقليدي اللي هو حمام مغربي هكا هكا داير. هنايا كاين بحال نقولوا، يعني كاين جاكوزي، نقولوا جاكوزي. ها هو هذا الشكل هنايا، وهنا ما نعرف واش غيخليو التواليطات داخل تحت. هادو حمام خاص بالوضوء، الوضوء هكايا. الحمامات دايرين الداخل ممنوع اصلا نصورو فيه، لان الداخل التواليت. المهم فيها هكايا هكا داير. صافي حديت هنايا. اللي ها اللي وريتكم المره الاولانيه كان مسدود، وكان ضربو الدوره من هاد البلاصه هذه، ولكن دابا كلشي سدو، لان كي قلت لكم الشغب هو اللي داير هكا. كنا كنمشيو هذيك البلايص كنطلعو على البحر. دابا شوفوا شحال شحال الفرق. هانتوما شوفوا بحال هذا، هويا مشى لي هاد سيكوريتي، هاد الامن، رجل الامن هنا على وديت هاد الوليد. شوفوا قداشنا هويا وجاي من لهيا. دابا كيمنعو باش يمشي. شوفوا انت راه مشى لي، لان ممنوع جا في هاد البلاصه هادي، ما كيحشموش. شوف كان غادي نقز، كان غادي يتصوت او ينقز في هذاك البحر. يعني انت يعني دابا كيهضر مع شي واحد يمكن تماك كيتسنى فيه. هادشي اللي كاين. هادشي هادو بحال هادو ما اللي خلونا ما ندخلوش للداخل، منعوا علينا. كنا خلونا ندخلو نصورو ديك البلاصه، يعني راه الشكل ديالها زوين صراحه، كتقرب وتطلع على البحر بواحد الطريقه زوينه. شوفوا شويه. جوج المرات كنت غنطيح في الدروج. هذيك البلاصه الممنوعه ها هي الفوق، كنا كنطلو من هاد البلاصه هذه، هادي كنا كنطلو من هنايا جهه البحر.
الغروب. هذه الشوربة ديال الحلزون. انا ناخذ وحده. ما كاينش حتى اصلا، كان الجو مغيم، ما كانش بان هذاك الغروب اللي كنا بغينا نشوفه، ما كانش باين. كان غير شويه بان قبيله، ودابا هو من هاد البلاصه هادي باين شويه. صافي قرب المغرب ياذن، الناس كينزلوا هنايا كيجلسوا كيتمشاو في هاد الصخور. الأذان ديال المغرب. خدينا صورناه قبل المغرب، ودابا ملي كيكون اضواء مش شاعله شوفي كيفاش كيكون. هذه مصلى ديال النساء، مصلى للنساء، فيها هكايا، فيها هاد السلالم اللي هي ديال الكهرباء موقفين دابا، وفيها هاد السلالم. هكا داير مسجد ديال النساء، نفس الديكور حتى لتحت، حتى هي من الجهة الأخرى. هكا داير الباب من هنا. وهاد الأسقف مكتوبين فيهم آيات قرآنية، وهاد البلايص هادو لتحت كاين مسجد ديال الرجال. هنا كاين ما كاينش الضوء، ما باينش. النقش اللي كاين في الأسقف مسافة طويلة يقلها مازال. هنا كاين مسجد ديال الرجال. يلا صلينا المغرب، هذا الدعاء ديال الإمام.
كيف قلت لكم شحال مبابي فيه يعني شحال مباب فيه كاين كاين ليها ماما هذا هو الجامع ديال الرجال من الداخل يعني ماشي تندخل تاع الداخل غير مع على الباب كنصوروا المسجد من الداخل من على برا بالنسبه للرجال هذا سميتو شوبه الحلزون هكا فاش كيكون اكيد شي حد شاف هذا باغا تجي غريبه ولكن مذاق لا علاقه بالغريبه اللي ما جرباش كان مقترح لي انه يجربه فين لا فين هكا كتكون كاين الظلام هنايا المهم نكملها ومن بعد نكمل التصوير نمشيو من هنايا نتحركو من حدا الجامع ودائما كنقولها لكم شكرا الدعم ديالكم تشجيعاتكم ليا والى فيديو واحد اخر ان شاء الله نقول لكم السلام عليكم.